بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطانا من خلال الفترة الماضية من أمطار خير، حالة جوية يعني أثرت سلبيا في بعض الممتلكات، المنازل والمزارع والأشجار، نخيل. والحمد لله، ندعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يعوض من هم أصيبوا بهذه الأحوال الجوية، بهذه الحالة الجوية، وندعو الله لهم التعويض. وطبعا هناك جهود قامت بها بلدية شمال الباطنة منذ ليلة الحالة الجوية، وأصبحت مستمرة من خلال فتح الطرق وإزالة المخلفات لأشجار متساقطة في الطرق وشفط المياه المتجمعة نتيجة الأمطار في المناطق، بالإضافة إلى نتيجة المياه الواردة من الوديان، بالإضافة إلى يعني عمل مستمر لمدة 5 أيام لفتح الطرق وإزالة الأشجار المتساقطة في المسارات، مسارات الطرق اللي هي الخدمية في الولاية. طبعا جزء كبير من الولاية يعني أصيب بهذه الحالة الجوية، ما يقارب من مساحة الولاية 50% من مساحة الولاية يعني أصبحت الطرق فيها غير سالكة نتيجة هذه الحالة الجوية. والحمد لله نتيجة تضافر الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى كدعم من بلديات ومحافظات أخرى، كانت هناك مساهمة ببعض الآليات، بالإضافة إلى عندنا كانت هناك دعم ومساندة الخدمات الهندسية وزارة الدفاع كان لهم مساهمة عندنا يعني وتكاتف المؤسسات الخاصة وأهالي الولاية الذين كان لهم دور يعني في تفعيل فريق البلدية الذي انقسم إلى فرق لإزالة المخلفات الأشجار، إزالة المظلات المتطايرة اللي هي المواد الحديدية التي أثرت يعني بإغلاق بعض الطرق في هذه الولاية، ولاية صحم. طبعا عندنا ولايتين يعني تأثر كبير من هذه الحالة الجوية، هي ولاية صحم وولاية الخابورة، لكن نشيد بدور الشباب عندنا هنا في ولاية صحم، دورهم تعاونهم سواء في للبلدي او القطاع التنمية الاجتماعية والقطاع الزراعي، يعني هناك يعني تكاتف وتعاون وتلاحم بين أفراد المجتمع مع المؤسسات الحكومية، وهذا ما نصبو إليه إلى خلق يعني فريق متكامل لمواجهة مثل هذه الحالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض أهالي هذه الولاية العريقة خير مما أخذ منهم، ونشكر جزيل الشكر لكل من تعاون معنا خلال الفترة الماضية، شاكرين لصوت صحم جزيل الشكر على متابعتهم ومساندتهم والإخبار بما تقوم به البلدية من أعمال منذ ليلة الحالة الجوية وإلى اليوم.